بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كثيرا ما يحصل الكفر بعد الإيمان والانحراف والضلال بعد الهدى، وذلك لأن مقتضى الانحراف موجود في الإنسان. مقتضى الانحراف، هناك مقتضيان للانحراف. الأول هو الأمر الداخلي أو ما يسمى بالعدو الداخلي، الهوى، النفس الأمارة بالسوء، تدعو الإنسان، النفس الأمارة، إلى الذنوب، إلى الردى، إلى المحرمات. المقتضى الثاني هو العدو الخارجي اللي إبليس أقسم بعزة الله عز وجل أن يغويهم أجمعين. فهمته المستمرة الدائمة على أن يوجب الانحراف للبشر. إذا تمكن من أن يسبب الانحراف للمؤمن فبها، وإن لم يتمكن فيسبب الانحراف في نسله. عموما الأنبياء الذين كانوا يأتون، أقوامهم عموما إلا من نزل عليه العذاب أو بعض أقوامهم، كانوا يتأثرون ويهتدون. من ركب في السفينة مع نوح كلهم مؤمنون، ولكن في نسل نوح هم انحرف بعضهم لاحقا يمكن، وفي النسل كلهم انحرفوا نسلهم. لذلك ظهر الأنبياء اللاحقين عن النبي نوح على نبينا وآله وأفضله وعليه أفضل الصلاة والسلام. النبي هود ظهر بعد نوح، وكان ممن بشر به نوح أيضا، طبعا هو الحفيد السابع للنبي نوح. وقال نوح بأنه هو القائم من بعدي لكم وينقذكم، النبي هود، ويشبهني خلقا وخلقا، ويعذب مخالفيه بالطوفان أيضا بطريقة الريح طبعا. إذن النبي نوح كلهم مؤمنون، ولكن أحفاده هؤلاء المؤمنين كلهم انحرفوا، كلهم انحرفوا، كأنما لم يظل يمكن إلا الخاص الخاص من أوصياء الأنبياء السابقين. الحكمة في ذلك أمران. الأمر الأول طبيعة البشر، الطبيعة الداخلية، النفس الأمارة بالسوء، والقاصر الخارجي اللي هو الشيطان يؤثران. الأمر الثاني هم الآباء يصنعون أجياد حفدتهم وأبنائهم وذريتهم. الأب يمكن أن يصنع مستقبل ابنه، مستقبل حفيده، وهكذا مستقبل ذريته بخطة فنية، بخطة صحيحة. إن إذا واحد رب ابنه، هو ربه، علمه معالم الدين وأشرف عليه بالطريقة الصحيحة، هذا الابن ما ينحرف أو قليلا ما ينحرف. أما إذا ترك ابنه في المتاهة في المدرسة مع أصدقاء السوء كذا، فطبعا هو الذي سبب الانحراف لابنه على نحو العلة الناقصة. فإذا الآباء كان لهم خريطة عمل في تربية الأبناء، الأبناء يستقيمون. الآن كثير من العوائل من رجال الدين يسموه أبناء أحفاده، يمكن من ذريته خرج بعض المنحرفين، وهذا طبيعي. كان هناك عالم أبان المد الأحمر، ابنه صار شيوعي، ابنه هذا العالم، يمكن مو بتقصير من العالم، إما ما كان عدفت خريطة تربية واضحة أو لم يؤثر عليه، مثل ابن نوح. بالنتيجة مو المشكلة في نوح، المشكلة في ابنه. ولكن يمكن 70%، قد يقال 90% من المشكلة في الذرية في الأبناء لخلل في تربية الآباء. إذا ما كان هذا الخلل، الأبناء كانوا يكون على الطريقة الصحيحة.
إما لشدة في البيت أو لضعف في الإدارة الدينية للأطفال. المرحوم الأخ الأكبر رضوان الله عليه كان يقول في الكويت كانت مجالس عديدة بتشويق من السيد الوالد في كثير من البيوت مجالس بيتية، شوق السيد الوالد فالكثير تأثروا، كل أسبوع في بيته مجلس أو لا أقل كل شهر في كثير من البيوت. فكان يقول أنا مرتبط بشباب هذه البيوت التي فيها مجالس أسبوعية، شبابهم وعندي علم وخبر أخبار عن شاباتهم ملتزمون ملتزمات متدينون متدينات غالبا. أما البيوت التي ليست فيها هذه المجالس الأسبوعية فعموما شبابهم شاباتهم غير ملتزمين وغير ملتزمات. ليش؟ لأن المجلس الحسيني الخطيب يجي يذكر له مسألة عقدية، مسألة أخلاقية، حكم شرعي، بالنتيجة ابنه صاحب البيت يقدم الحلويات أو الشاي أو الشربت أو الماء فيستمع للخطيب طبيعيا يتأثر. التسع سنوات هو بالكويت يقول هاي فالظاهرة بينة كانت أن هذه البيوت أكثر الشباب في هذه البيوت متدينين وتلك البيوت كثير، هسه مو أكثر هسه حسب علمه، كثير من الشباب أو لا يقاسون بأصحاب المجالس البيتية. إذن الأمر بيد الإنسان. فهناك مقتضيان للانحراف، المقتضي الداخلي النفس الأمارة والهوى، المقتضى الخارجي وهو الإبليس والشيطان، قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هناك مانع أيضا لعدم تحقق المعلول اللي هو الانحراف، المقتضي تام إذا موجود، المانع هو العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم طبعا العلم اللي هو قرين بالعمل، ولا العلم إذا يدعو إلى العمل فإن أجابه وإلا ارتحل، بعد هذا العلم راح يكون وبال. العلم اللي هو قرين للعمل الصالح هذا مانع من تأثير المقتضي، هذا الذي يمنع. لذلك عموما العلماء الذين جمعوا العلم مع التقوى لا يؤثر فيهم الشيطان، وإن أثر فالتأثير يكون جدا ضعيف ما يتمكن. إذن هذا المانع اللي لازم واحد يقوي المانع. لذلك السيد الوالد رحمه الله كان دائما يوصي بضرورته أن يقترن علم الإنسان بأمور أخرى أيضا. يعني إذا واحد درس في الحوزات وصل إلى مرحلة عالية، هل هذا منقذه من غضب الله عز وجل؟ كلا، العلم فقط لا، وإنما العلم ويقترن بالعلم التقوى. التقوى يعني الخوف من الله، يزداد علم الإنسان، كلما ازداد علم الإنسان يجب أن تزداد تقوى الإنسان. العلم والتقوى والأخلاق الحسنة، عموما اللي يكبر في العمر تضعف أعصابه، هذا طبيعي. إذا مربي من الصغر نفسه على الحلم وعلى كظم الغيظ فهذا ما يتأثر أو يقل تأثره بمجريات الأحداث. فالعلم والتقوى والأخلاق، والعلم يدعو إلى العمل أيضا، العمل القلم والبيان تأليفا ومنبرا وخدمة الناس. إيش قد ما يجي من الإنسان أن يخدم الناس، يعني يكون طبيعة الإنسان الخدمة للآخرين. تشوف يمكن فد واحد الآن وصل إلى مرحلة عالية في الحكومة ما يخدم، وإنما يفكر في جمع الأموال فقط. ليش؟ لأنه مو تشكيل تخدمة الناس. يعني شوف هذا الرجل يمكن يكون متدين، هو الآن صار وزير أو نائب أو رئيس، ليش ما يخدم؟ لأنه مو تربيته من الصغر أن يفكر في خدمة الآخرين، أن يقدم للآخرين معروفا. فلذلك هو كبير يبقى على حاله، إذا هم يسرق ما ينفع الآخرين أبدا. فإذا كلما ازداد علم الإنسان يجب أن يزداد تقوى ويزداد خلقا ويزداد نفعا للآخرين، وكذلك يظهر هذا العلم بالقلم والبيان. طيب نرجع إلى الرسول صلى الله عليه وآله في هذه الرواية الشريفة. الرواية تتكلم عن مجموعة من اليهود الذين أتوا إلى رسول الله وقالوا مستشكلين عليه
لما تقول قلوبنا كالحجارة أو أشد قسوة؟ فأثبت لنا ذلك. وذهبوا إلى الجبل، والرسول صلى الله عليه وآله طلب من الجبل أن يبين زيف هؤلاء اليهود وأنه رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال بحق محمد وآل محمد، وبينا أيضا أنه هو هذا. حتى رسول الله صلى الله عليه وآله عندما يريد أن يكلم هذا الجماد يقول بحقي وبحق الآل عليك. هو هذا الوجود اللفظي على تأثير الكبير، هو هذا الوسيط بين الإنسان وبين الله، حتى من مثل رسول الله صلى الله عليه وآله، تعليما أو حقيقة، غير معنى التعليم. هنا الرسول صلى الله عليه وآله بعد أن شهد الجبل برسالته، المشركون أيضا، هذول اليهود أيضا لم يكتفوا بذلك، قلوبهم كالحجارة بعد ما يتأثر، هذا واضح، اللي قلبك كالحجارة هو ما يتأثر، والله عز وجل في القرآن يقول هذا قلبك كالحجارة، هل يتوب بإظهار المعجزات؟ قطعا لا، عنادا. فقالوا يمكن خلف الجبل موقف مجموعة وإحنا ما ندري، مع أنهم هم الذين اختاروا أوعر الجبال أن يشهد. فقال الرسول ماذا تقترحون؟ قالوا زين، خلي هذا الجبل يتقدم إليك، وبعدين ينصف نصفين، النصف اللي هو في الأسفل يصعد والنصف الأعلى ينزل، يعني هكذا بهذه الصورة، فإن صنعت ذلك فنقبل. الرسول صلى الله عليه وآله خاطب الجبل وقال بما حصل من عذاب قوم هود عاد، وما حصل من عذاب قوم صالح ثمود، فأيضا أطلب منك هذا الأمر. قوم هود، طبعا هود من الهداية مشتق، كان في قومه هو عمره 16 سنة، هود إلى 120 سنة يدعوهم إلى الإيمان كما في بعض الرواية، ولم يتأثروا به، فاحتار ما الذي يصنعه. في الرواية طبعا هذا قضية قوم صالح، أنه من 16 عام كان في قومه يدعوهم إلى 120 سنة ما قبلوا. قال زين، خلي نري أرنا آية، طلبوا منه، أنت أطلب من آلهتنا يستجيبون، أو هو اقترح أنا أطلب من آلهتكم أن يستجيبون ما أطلبه، أنتوا أطلبوا من الله عز وجل أن يستجيب. فذهبوا إلى الصحراء إلى آلهتهم وبكى وقدموا القرابين لأصنامهم. بعد ذلك قالوا للنبي الصالح يلا أطلب من هذا الوثن الصنم، فهو طلب من الصنم حاجته فلم يحرك الصنم ساكنا، قالوا أطلب من الصنم الثاني لم يحرك، الثالث الرابع كل الأصنام وأمهات أصنامهم لم تحرك ساكنا هذه الأصنام. بعد ذلك خلعوا ثيابهم على طريقتهم اللي كانوا يتعبدون، هذا أوج العبودية لهم، وتمرغوا بالتراب وألقوا التراب على رؤوسهم بكاء، يطلبون من هذه الأصنام أن يقضون حاجة النبي الصالح، فلم تقضى حاجته. بعد ذلك قال يلا الآن تعالوا، شنو اللي أنتوا تطلبوا أنا حاضر. 70 من كبارهم اجوا قالوا زين، احنا عندنا فد حجر كبير في جبل، هذا الحجر مقدس عندنا، فنذهب على هذا الحجر فوق الجبل الصخرة الضخمة، فلتخرج ناقة حمراء مشعرة، يعني مملوءة بالوبر، ويكون طولها ميل من الضخامة، وتحمل والجنين 10 أشهر. هم واقفين على الصخرة فوق الجبل، وإذا بالجبل كأنه يمخض، وصوت وحركة مثل مخاض المرأة، وخرجت رأس الناقة ثم بدن الناقة. هو يحتار أصلاً، صعقوا من هذا المنظر، أنه شلون ربك رأساً يقضي حاجتك ويقبل الدعاء.
قالوا الآن أرنا آية ثانية. شنو الآية الثانية؟ الجمل خل تضع حملها رأسا، هي أيضا وضعت حملها، صار الفصيل مع مع الناقة عفوا. 70 واحد قالوا نذهب إلى قومنا ونشهد بالإعجاز الذي حصل وقد آمنا بك. زين في الطريق سجد الطريق، يمكن طريق ما أدري ساعات أقل أكثر من ذلك الجبل، ارتد 64 منهم في الطريق، بقوا 7. من هذول 7 أيضا، شوفوا يعني هو هذا المقدمة اللي بينتها، أنه حقيقة بالنتيجة نفس الأمارة، المخلفات الموجودة في أذهان الإنسان هاي كلها تدعو الإنسان نفسي وشيطاني ودنيا والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي. 64 منهم ارتدوا. الآن شافوا الآية، الآية الظاهرة المبهرة، شنو ارتدوا؟ أنه هذا كان سحر. بعد ذلك 7، من 7 أيضا أحدهم تردد، هو العاقر للناقة كان هذا المتردد الذي عقر الناقة لاحقا، وأتوا 6 شهدوا، الباقين كذبوا، القوم لم يؤمنوا بذلك. الناقة موجودة جم. طبعا مو الكل، الكل يعني لم يؤمن الجميع، يمكن البعض آمن. الناقة موجودة، هم قوم ثمود، الثمود بمعنى مكان قليل الماء، كان ماءهم قليل، فهو الماء قليل، أخرج النبي صالح لهم عينا، كانوا يرتون من هذا العين، بعد ذلك قسم الماء بينهم، فالعين من فضل النبي صالح، والتقسيم يوم للناقة ويوم لكم، واليوم الذي الناقة، طبعا الناقة تشرب الماء كله دفعة، والنابة تعطي حليب لبن، اللي هذا اللبن يكفي الكل كبارا صغارا نساء رجالا، فإذا بركة كانت الناقة، مو أنه نقمة، ولكنهم مع ذلك عصوا مجموعة، شوقوا هذا المتردد الأخير اللي هو رأى الآية ثم تردد وأنكر، فعقروا الناقة، يعني هو ضرب الناقة بسيفين، وبعد ذلك اجتمع على الناقة مجموعة كل واحد بسيفه، وقسموا الناقة وطبخوا لحم الناقة وأكلوا لحم الناقة، وفر الفصيل إلى فوق الجبال، والصوت مالته منتشر في الفضاء. نزل عليهم العذاب، شنو العذاب؟ جبرائيل إجا نفخ صيحة، هذه الصيحة في الآيات المباركة تارة بمعنى يعني هذه رجفة أو ريح عاتية، أو في يمكن آية أخرى الصاعقة، يعني يمكن أنه كلها مصداق لصيحة جبرائيل كما في الآية المباركة في الرواية الشريفة. أي قضية قوم صالح، قوم هود أيضا في قضية مفصلة أيضا لم يؤمنوا، لا علينا بتفصيل القضية الوقت ما يسمح، في قضية مفصلة لم يؤمنوا بهود، فالله عز وجل من ريح بطن الأرض كما في روايته، هذه الريح خرجت طبعا 3 سنوات حتى قد يرجعون إلى الإيمان، 3 سنوات حصل القحط في بلدهم، يمكن يرجعون إلى النبي يهود وإلى الله عز وجل، ولكن بعد ذلك عتوا وطلبوا من النبي أن ينزل عليهم العذاب، فاستعجلوا العذاب، وأتت الريح العاتية. في الرواية أنه الله عز وجل أمر خزان الأرض أن يفتحوا فتحة بمقدار خاتم، هل مقدار من الريح، فالريح عتت وخرجت بمقدار أكثر، ولم يتمكن الخزان من منعها لشدة غضب الريح على قوم هود كما في الرواية، فخرجت وصار فالسحاب مظلل أسود، تصوروا هذا مطر، هذا عارض ممطرنا، تصوروا أنه مطر مع أنه هذا عارض فيه ريح العذاب، وأتى الريح وقضى عليهم 7 ليال و8 أيام. في رواية لم أجدها الآن، بس سابقا شايف الرواية أنه ليش طول الريح، هذا الريح العاصفة طوفان الشديد، شنو كان وجه
التأخير 7 ليال وثمانية أيام، أنه عجوزة اختبأت في سرداب، قالت أنا ما أطلع حتى هذه الريح شديدة البرودة، صرصر يعني شديدة البرودة وشديد الصوت، حتى يعبر هذا الريح إلى أن قضي عليها فانتهى العذاب بعد أن قضى على كل الكفار الذين خرجوا عن طاعة النبي هود على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. ولكن هل من معتبر اللي آمن مع هود وطلع هم بعضهم انحرفوا وأبنائهم كلهم انحرفوا، أبنائهم يعني أحفادهم ذريتهم، ولذلك أتى النبي الثاني والثالث والرابع وهكذا إلى النبي محمد. لاحظوا إن شاء الله نكمل الرواية. فقالت اليهود يا محمد علينا تلبس وتشبه، كما في قراءة، أو تلبس وتشبه. تلبس يعني تلبس ثوب الحق، وتشبه يعني توقعنا في الاشتباه. يعني صحيح هذا الجبل تكلم، ولكن من قال؟ يمكن جماعة منا كانوا خلف الجبل، فإذا ما نعتمد على هذا تكلم الجبل، مع أنهم هم الذين اختاروا الجبل. علينا تلبس وتشبه أو تلبس وتشبه. نسخة: قد أجلست مردة من أصحابك خلف صخور من هذا الجبل، فهم ينطقون بهذا الكلام ونحن لا ندري أنسمع من الرجال أم من الجبل. لا يغترس، هم كان اقترحوا، لذلك الرسول قال أنتوا شنو اللي تقترحون، حتى لا تتصورون أن هناك مؤامرة مني. بس مع ذلك لا يغتر، اليهود يقولون لا يغتر بمثل هذا إلا ضعفاءك الذين تبجبج في عقولهم. مجموعة من الضعفاء التفوا حولك وأنت تبجبج، يعني تلعبوا في عقولهم، هذول اللي يتأثرون بك. فإن كنت صادقا فتنح عن موضعك هذا، ابتعد من هذا الجبل إلى ذلك القرار، مكان في يعني نوع أرضك إنما رحبة، وأمر هذا الجبل أن ينقلع من أصله فيسير إليك إلى هناك، يأتي إليك هذا الجبل، فإذا حضرك ونحن نشاهده فأمره أن ينقطع نصفين من ارتفاع سمكه، يعني من ارتفاع قامته، مو النصف يمين شمال، نصف فوق تحت هكذا، من ارتفاع سمكه يعني قامته، ثم ترتفع السفلى من قطعتيه فوق العليا وتنخفض العليا تحت السفلى، فإذا تجعل، إذا شرطية ظرفية، فإذا تجعل أصل الجبل قلته وقلته أصله لنعلم أنه من الله، يعني عندها نعلم أن هذا من الله، يعني هنا بعد تتم الحجة علينا. لا يتفق مثله بمواطات، مواطات يعني مشاركة، يعني مجموعة من أصحابك بعدهم، ما يمكن الجبل واحد ينصفه بهالطريقة، الأجهزة ما تتمكن الحديثة، فكيف بتلك الفترة؟ ولا بمعاونة مموهين، يعني من يلبسون الحق بالباطل، متمردين، يعني اللي معك متمردين على قومهم، فأنت ما بجايب لكم مساعدين، إحنا نعرفهم، يعني نعرف القضية تكون على حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وأشار إلى الحجر، إلى حجر فيه قدر 5 أرطال، قطعة من الحجر، أشار إلى قطعة من الحجر في هذا الجبل، قال تقدم، قطعة صغيرة، فتدحرج الحجر إليه، فقال يا أيها الحجر، تدحرج، فتدحرج، تقدم هو الحجر من تلقاء نفسه، ثم قال لمخاطبه، يعني من اليهود هذا اللي خاطب، كان يخاطب الرسول صلى الله عليه وآله، خذه، خذ هذا الحجر وقربه من أذنك فسيعيد عليك ما سمعت، اللي ذكر الجبل هذا الحجر راح يذكر لك وتسمع من الحجر، بعد مو معقول ببطن الحجر أنا فد واحد منيم حتى يتكلم وياك وماكو خلف الحجر بعد،
قطعة صغيرة من الحجل ترفعها إلى أذنك فسيعيد عليك ما سمعت. فإن هذا جزء من ذلك الجبل، فأخذه الرجل فأدناه إلى أذنه، فنطق الحجر بمثل ما نطق به الجبل أولا، من تصديق رسول الله صلى الله عليه وآله أن هذا رسول رب العالمين، فيما ذكره عن قلوب اليهود وما قاله عن قلوبكم كالحجارة أو أشد قسوة، هذا كلام صحيح، ومما غبر به يعني مما مضى من الذي حصل للجبل، وما قاله الجبل قاله هذا الحجر عند أذن كبيرة اليهود، من أن نفقاتهم، نفقات اليهود في دفع أمر محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد باطل ووبال عليهم، أنه ما يعني بهذه الأموال لا تؤثرون على جماعة رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أسمعت هذا؟ أخلف هذا الحجر أحد يكلمك ويوهمك أن الحجر يكلمك إيهام أم حقيقة؟ وحقيقة مبين بعد. فقال ما اكتفى بذلك: فأتني بما اقترحت في الجبل، خلي الجبل يتقدم، نصف الجبل قسمي هذا خلي أشوفه. فتباعد رسول الله إلى فضاء واسع، ثم نادى الجبل وقال: يا أيها الجبل بحق محمد وآله الطاهرين. الرسول صلى الله عليه محمد وآله، الرسول صلى الله عليه وآله أيضا يقسم على الجبل بحقه، إنه هو الرسول أيضا يتفوه ويقول بحقي وبحق آلي إلا ما تقدمت، بجاههم عند الله ومساءلة عباد الله بهم. عباد الله يعني النبي هود، يعني النبي صالح، عندما أرادوا العذاب على أهلهم طلبوا بجاه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وآل بيته الطاهرين أن ينزل العذاب، وبجاههم ومساءلة عباد الله بهم ومساءلة عباد الله بهم أرسل الله على قوم عاد ريحا صرصرا، يعني سريع بارد، صوت رهيب جدا، عاتية يعني عتت عن الخزان، الخزان فتحوا فتحة صغيرة فهي خرجت بمقدار رأس الثور كما في الرواية، بمقدار خاتم المفروض هذه الريح تخرج، فخرجت بمقدار رأس الثور، لذلك جبرائيل أرجعها، وإلا كانت تميت كما في الرواية كل من على الأرض من الصالحين ومن غير الصالحين، كما طلب خزانه هذه الريح من الله عز وجل، أن هذه الريح التي انطلقت أكثر من اللازم ستقضي على جميع من في الأرض. ريح هذا مو عذاب الله في جهنم والعياذ بالله، ريح في بطن الأرض. لذلك في الرواية: لو ثوب من ثياب أهل الجحيم يعلق في سماء الدنيا لذابت الدنيا بمن فيها، إن الحجار يذوب، الحجارة تذوب والعياذ بالله. ريحا صرصرا عاتية لنزع الناس، هذه الريح نزعت الناس كأنهم أعجاز نخل خاوية، مثل أجسام النخل الخاوية الفارغة التي تلقى بعد ريح شديد في الصحراء. وأمر جبرائيل الله عز وجل أن يصيح صيحة هائلة في قوم صالح حتى صاروا كهشيم المحتضر. كهشيم يعني مثل النبت اليابس اللي يتكسر، المحتضر يعني لحظيرة الحيوان، هشيم وحظيرة الحيوان، شلون هذا يكون كل هذه البيوت وكلهم أصبحوا كهشيم المحتضر، مثل هذا النبت اليابس اللي يتكسر بأدنى شيء، الريح لو تجي على هذا النبت شنو يصير؟ يتفتت. لمن فصلت من مكانك، الرسول يخاطب الجبل ويقول انفصل من مكانك بإذن الله وجئت إلى حضرتي هذه، ووضع يديه على الأرض بين يديه، هنا أشر ووضع يديه على الأرض، فتزلزل الجبل وصار كالفارع. إلى أن نأتي إن شاء الله.
هذا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.